انا قايل من سنه احنا انا مش عايز هنفصل اشتغل، فنان السنه دي، كل واحد اشتغل لوحده، كل واحد بيبقى نجم او بيبقى ربنا رزقه بسبب ان هو سخر ناس في الارض ان هم يحبوه. نتكلم في يعني بنتكلم من بره، مثلا بقول لك اعمل فيلم، مثلا تقول لي اعمل فيلم، لكن التفاصيل التفاصيل ما بتدخلش. انا قلت كده؟ لا ما قلتش كده، بس كان في اخبار بتقول ان انا قلت كده. اللي خلى السكه تتحول لفيلم الاسكندريه، لا البلدوزر حاجه والبلدوزر في المقارنه، لكن مع ارتفاع سعر العمله وفي كل فيلم بيتصور في جاز بيزنس، فالموضوع انتاجيا بقى مكلف، فاتاجل شويه. وبعدين هو استاذ طارق عريان دخل بيصور بالرصاص المعاويه، وانا دخلت اصور بالنصفر يا جماعه عشان الموضوع راح يمين الموضوع راح النصفر ده بتاع مين؟ في المقارنه والسؤال ده حصل في الاعمال الخيريه بتميز يعني دايما احمد العوضي بيحب اصور فيه. فكلمنا برده عن اخر بوست كتبته على الفيسبوك، فكره ال 100,000 جنيه اللي هتديها للشخص اللي بيجاوب. لا والله بشوف ان الواحد دايما يعني الواحد بيبقى نجم او بيبقى ربنا رزقه بالاغنيه بسبب ان هو سخر ناس في الارض ان هم يحبوه، فانا هنجم عشان الناس دي بتحبني. فقلت زي ما هم مرضيني، هم مرضيني ان هم بيحبوني فبيدعموني، فانا بعلى فتعالى انا كمان هرضي. عملت مسابقه واللي كسبها 100,000 جنيه حاجه بيني وبين اسامه اتعامل مع السوشيال ميديا ان هم فعلا احنا بيت واحد. يعني انا دايما نشط جدا على الفيسبوك من عكس الابلكيشن الثاني، فانا بتعامل ان احنا بيت واحد، فبتعامل معاهم ان هم زي اخواتي بجد يعني. فبس بتكلم تلقائي يعني. خلي بالك احمد، في ناس كتير لما بيشوفوا الفنانين بيعملوا كده بيقولوا ان هم بيسمعوا الترند والكلام ده. شوف الكلام ده ازاي؟ هل خدت رايي؟ في ناس تانية يعوض. مش عارف يعني اللي لا طبعا. بس هل خدت رأي ياسمين في السكريبت بتاع الفيلم بتاع اسكندراني وعلي قعدة؟ بنتكلم في يعني بنتكلم من بره، مثلا بقول لك اعمل فيلم، مثلا تقول لي اعمل فيلم، لكن التفاصيل التفاصيل ما بتدخلش. طبعا اللي انت سألتيه يعوضي في ناس تانية يعوضي. عوضي عشان في ناس تانية بقى يعوضي. لا لا استني، عشان في ناس تانية مش مكانك. خلاص القرار اعلن عنه بس. يا عوضي القرار بقول يا احمد، كان في فيلم بينك وبين ياسمين اللي المفروض انتوا بتشتغلوا عليه. خلاص بقى يا جماعه، خلاص بقى. انا قلت كده؟ لا ما قلتش كده، بس كان في اخبار بتقول ان انا قلت كده؟ لا ما قلتش كده، بس كان في فيلم. خلاص يا جماعه، خلاص عشان في ناس ثانيه. اقول لك انت مش مكانش فيه. خلاص يعني خبر ان انت هتكون مع ياسمين السنه دي برضه هتبقى موجوده ولا لا؟ مين خبر يقول كده؟ انا قلت لا، ايام على السينما مش لا على الدراما. الدراما السنه الجايه هتشوفك. انا قايل من سنه ان احنا هنفصل فنان السنه دي، كل واحد يشتغل لوحده. ده خبر من ايه؟ صح صح ايوه ايوه ما اقدرش ازعل منك. هو ده الخبر اللي اتقال. انا قلته في اي تي بالعربي، ورجعت قلته في القاهره 24، السنه الجايه هنفصل فنيا، وبعد كده لو في حاجه مناسبه ان احنا نعملها احنا الاثنين مع بعض، هنعملها الاثنين مع بعض. ما نبقاش احنا مخططين هنشتغل ولا مش هنشتغل، على حسب ايه المتاح قدامنا ممكن نعملها. هل في فكره جديده هنعملها؟ يا عوضي كفايه بقى يا عوضي، عشان في ناس ثانيه، في ناس ثانيه. معلش رد على كلام الراجل بيتكلم. طيب اتفضل يا عوضي، هو مش هيبقى ضامن. طيب بس زعش مني. شكرا. والله ما اقدر ازعل. يلا بقى، يلا استاذ احمد.